أمير الطرب العربي صابر الرباعي، أهلا وسهلا فيك عبر كاميرا ميوزك نيشن. أهلا وسهلا فيكم. اليوم كان عندك لقاء مع الإعلامية ميراي عيد، قديش برأيك البرامج الحوارية الإذاعية مهمة؟ تضمن التواصل، مهمة جدا لل الفنان أنه يكون دائما متواصل مع المستمعين، لأنه في مستمعين مثل ما في مشاهدين، أكيد مستمعين عندهم حق في صوت الفنان اللي يحبوه، فالتواصل مهم خصوصا الإذاعات طول اليوم موجودة في السيارة، في البيوت، في الليل، في الإنترنت، فالتواصل مهم نعتبره. هل أنت راضي عن فوز العراقي ستار سعد من فريق قازم الساهر بلقب The Voice؟ شوف، راضي ولا مش راضي، بالنسبة لي أنا هو فوز لThe Voice أولاً، فوز لينا إحنا كمدربين، فوز لستار وكاظم طبعاً، معناها الواحد ما يقدرش أنه يلغي طبعاً أو يتناسى مجهود كوتش ومجهود الموهبة. التصويت طبعاً خدم أكثر ممكن بدرجات، مش عارف قداش بالضبط، ولكن درجات متراوحة ما بين وبين المواهب الأخرى، وما يقللش من قيمة الأصوات اللي غنت في النهائي أو حتى قبل النهائي. بالنهاية The Voice لعبة، ولازم نرضى بقواعد اللعبة وبالنتائج اللعبة، وبالنهاية احنا الكسبانين، يعني كلنا كسبانين كمواهب، كمدربين، كأم بي سي. هنشوف حضرتك الموسم الثالث؟ ما زال سابق لأوانه، ممكن مش عارف. شو تعليقك على الكلام اللي قالته نجم هايفوهي مؤخرا انه لجنة تحكيم The Voice ما استقبلت النجم ريك مارتن باستقبال بليق فيه؟ اول شيء تقنيا احنا المايكات كانوا مسكرين حتى نكون واضحين، يعني لانه لما يكون المقدم يحكي مع ضيف او يحكي مع حتى مع الموهبة، مثلا لو حكيت مع موهبتي بينفتح بس المايك تبعي مش المايكات الاخرين. فاول شيء هذايا تقنيا ما عندنا حتى دخل فيها. ثانيا اقتصر الحديث مع المقدمين فقط، وهذا لا يقلل من شأن ريكي مارتن، لانه مش محتاج منا انه نحكي فيه ولا نتكلم. وثاني شيء معناها مش مخولين او مجبورين انه نقول، معناها ممكن تمر كلمة ترحيب، ولكن بالنهاية تقنيا ما كناش، يعني المايك ما كانش شغال بالنهاية، ولكن احنا نرحبوا به بينصير هو كفنان عالمي، معناها قدم بيرفورمانس على المسرح وبسط الناس الكل، ومعنا ما نقفوش على الموضوع هذا انه رحبنا وما رحبناش، يعني رحبوا به الناس الكل، يعني بالنهاية مش محتاج الى ترحيبنا الخاص احنا، يعني فالناس كل رحبت بيه والجمهور رحبت بيه ومرحبا بيه. البومك الجديد اجمل مختصر اللي بيتضمن اغاني لما طليتي، انت الوحيده، ورده، حزدوني وعديد من الاغاني، حقق نجاح كتير كبير بشكل سريع. هل كنت توقع نجاح سريع؟ صراحه كنت مؤمن مؤمن بي 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 بالاغاني اللي عملناها، وكنت قلق الى حد اخر، يعني فالنجاح هذا كان سريع صحيح، انه تفاجأت به، لانه فيه السدي هذا فيه جرعه من الطرب، مثل ما فيه جرعه اخرى من الاغاني الستايل. وبعدت شويه على الاغنيه الرومانسيه، لكن ذكرت الناس باغنيه حاله اللي هي اجمل مختصر، ف سعيد بالنجاح هذا، وسعيد بالنجاح هذا مقسم بيني وبين الناس اللي اشتغلت معايا دون ان ننساهم، يعني اكيد من شعراء ومن موزعين ومن وملحنين طبعا، وكمتابعه اعلانيه من ادارتي طبعا واداره روتانا. الكليبك الجديد اللي عم نعرض حاليا على الفضائيات اللي بيتها من زجاج، خبرنا أكثر عنه، هل هو من ألبومك الخليجي اللي حيصدر قريبا؟ بيتك من زجاج صحيح أنه نزل التلفزات، هو سبق شوية وقته ولا محالة، هو يعني مش يكون بالسيدي مجموعة الأغاني الخليجية إن شاء الله
ممكن بعد الصيف يعني أو في نص الفترة بتاع الصيف مش يكون موجود معن ضمن الأغاني أكيد. شو صار هالعلاقة الوطيدة اللي بتجمعك والأستاذ علي المولى مدير أعمالك الممتدة لسنوات طويلة وسماء وإن شاء الله أكيد مستمرة؟ هو الـ يعني ما فيش سر، وأنه الحاجة الوحيدة هو الثقة، الحاجة الوحيدة اللي كذلك اللي تربطنا هي العلاقة الإنسانية مش العملية قبل الإنسانية. فالإنسانية دعمت العلاقة العملية البروفيسيونال يعني ما بيني وبينه. فاليوم ما نحكيش عن علاقتي بعلي بقدر ما نحكي عن شراكة كبرى، مع نحكي مع عائلة أخوة يعني صادقة أحيانا ممكن ما تلقاهاش حتى من أقرب الناس ليك يعني. والخوف والحرص على مصلحة الآخر هذه أهم النقاط اللي تجمع بين بيني وبين علي صراحة. كيف حالتك حاليا بروتانا وهل حنشهد تجديد عقدك معهم؟ علاقتي عادية طبيعية، ما في حتى يعني معناها حاجة اكسبسيونيل كمان يعني. فقط كملنا السي دي، كملنا معنا اخر سي دي في العقد، وما زلنا ما حكيناش في مسألة التجديد وبدأت يعني. ففي أمور أخرى لازم نصفها وبعدين نحكي في جديد. شو حصور من الكليب أغاني؟ مفروض كأغنية أولى مفروض أغنية الألبوم يعني أجمل مختصر. فادي حداد؟ لا ما زلنا ما قررناش بالضبط مين، ما حكينا مع وليد نصيف بدينا نحكي نعمل جلسات عمل معه. ولكن فادي حداد يعني نحب نقول أنه من الناس المحترمين جدا، من المخرجين المميزين جدا، وإن كان وليد أو فادي أو سعيد أو حد آخر أو حتى يعني ما عنديش حتى إشكال. المهم نتحصل على صورة جميلة، نتحصل على معناها فيديو كليب يعجب الناس بالنهاية. أمير طرب العربي صابر الرباعي، شكرا لك على هيد المقابلة. شو بتحب تتوجه بكلمة أخيرة عبر كاميرا ميوزك نيشن؟ نحب نوجه لكم تحية، نحب نوجه لكل فانز تحية كبيرة. نحب نقول لكم أنتم بالنسبة لي أنا كل شيء في حياتي. الفنان يعيش بتفاعلاتكم ويعيش بكلامكم الجميل ونقدكم البناء أكيد. نشكركم على دعمكم الكبير، وإن شاء الله نبقى دائما مستعدين حتى نسعدكم ونقدم لكم الأفضل إن شاء الله.